من لائحه ديال المواطنين اللي عندهم اللي كيخلصوا الدي ان بي وما بقاش كيخلصوها تحولوا مباشره خصوصا طلبه ديال السكن وطلبه ديال لي سيرفيس كومينو. واش كاين هذه الامكانيه لا ولا في الخدمه ديالها؟ شكرا السيد نائب محمد، ولكن غادي اسمح لي نجاوبك على هذه النقطه. انا غادي نجاوبك فيما يخص هذه النقطه ديال ملزم الكبار. عقدنا العديد من الاجتماعات وحنا قدامين هاد طلعنا تكون لا ميساجور ديال لاباس طوري هذا هو المفهوم. وشكرا مره اخرى. شكرا السيد المحترم. اذا تنعطي دابا الكلمه السي عشاق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، واقول ربي ادخلني مدخل صدقين واخرجني مخرج صدقين واجعلني من لدنك وليا ناصرا. السيد باشا محترم، السيد الرئيس، السيدات والساده المستشارين، الممثلين وسائل الاخوان، الممثلين وسائل الاعلام، الحضور الكريم، تحيه طيبه. وبعد السيد الرئيس غندير تدخل في المجمل، تدخل في المجمل، لان التدخل لان المداخيل لان المداخيل بالنسبه لي غير نظيف لانها مزيانه تبارك الله. وبالتالي تدخل واحد تدخل شامل ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا كان ممكن اذا كنت غادير تدخل شامل نعطيو الناس اللي غيدخلوا على المداخيل صوتوا على المداخيل واللي يتحولوا المصاريف ديال التدخل ديال الشامل وديك الساعه صوتوا عليهم. اذا كان اللي غيدخل على المداخيل واحد. اذا نعطي الكلمه الاخت زهراء. حتى سي الحنوني. إذا كما شاهدتم معنا تصويت عن الميزانية تم تصويت بإجماع مدينة سيدي سليمان. كما شاهدتم معنا يعني التصويت عن الميزانية تم تصويتها بإجماع. هي النقطة الأساسية في هذا سلطانا ناصرا